المشكل ديال الانحلال والديفرا هذا ما يمكنش نقول معاك
l'héritage de ces deux établissements. ولكن سمعناه وحسينا به وعرفنا الحركة باش تحصل باش بالنسبة للتعليم الأولي أقول بأن هذا التعليم الأولي اللي مهم فيه هو النموذج اللي غادي نقدمو هو النموذج ديال الجودة لأن ماشي غادي نحلو كراجات ونقولو درنا التعليم الأولي لا درنا واحد إطار منهجي وطني اللي فيه واحد العدد ديال الالتزامات واحد العدد الشروط واحد العدد المواصفات ديال التعليم الأولي لا على جميل بيداغوجي ولا على جميل الفضاء ولا على جميل تكوين المتدربين المواصفات ديال المتدربين في الشروط لهذا خصنا ننتظروا بان هذا التدريب ديال اليوم غيكون اكثر هذا يكون واحد 400 سنة جديدة لماذا؟ لأن اليوم عندنا واحد التعليم أولي تقليدي خائف وعندي اليقين إن شاء الله باش غنخلقوا هذا النموذج الجديد غادي نخلقوا واحد جديد ديال التعليم الأولي إما هذا المسيح أهل الرسول واش اللي كنطلبوا لا في الفضاء لا في سبيل المتدربين لا في المضمون التربوي أو لا غادي هذه المؤسسة الجديدة غادي تسكر لهذا كنطلب منكم السادة العلماء اليوم صاحب جلسة الله في خطاب العرش تطرق على تهذيب التعليم الأولي عندنا واحد خريطة ديال التعليم الأولي وطنية وجهوية محددة خصنا لابد نتبعوا تنزيلوا الإجراءات ديال هذا البرنامج خصنا هذه السنة داك 100,000 اللي قلنا نديرو خصنا نجزوها السنة المقبلة 120,000 خصنا نجزوها وحنا ماشي حتى نصوا التعليم دونك خصني خيرات ديال الجميع